في العراق مياه نهر سروان انقطعت بالكامل وفقا لمستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب. هذا الإنذار تزامن معه تحذيرات من قبل مسؤولين عراقيين إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سروان بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران، وهذا ما سيؤثر بشكل مباشر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في البلد الغارق بالأزمات. تدهور الوضع دفع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني إلى التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية. فمعدل إيرادات السد السنوية كانت خلال الأربع سنوات السابقة 4,700,000,000 متر مكعب، وتقلصت هذا العام إلى 900,000,000 متر مكعب فقط. وأوضح أن ذلك الانخفاض غير مسبوق ويعود إلى قلة الإيرادات المائية من المصادر الرئيسية للسد من قلة هطول الأمطار والثلوج، وتفاقم الأمر مع إنشاء عدة سدود من الجانب الإيراني على روافد النهر وحجز المياه خلف السدود الإيرانية وتحويل مجرى النهر.